موزيك اف ام تبع الموجة. النائبة الأولى معناتها لو كان مثلا صح الأخبار تعبت في جرائد على استقالة سيد مصطفى بن جعفر تولي أنت رئيس المجلس التأسيسي. يا سيدي احنا ما نحبوش يستقيل وإن شاء الله يكمل التغمة متاعه. أنا فعلا تقنيا أنا نكون لمدة معينة ثم يعاد الانتخاب. وقتها يا معنى لا لمده معينه يعني 21 يوم كيكا تقريبا يعني المساله المعقوله معناتها ما كلوا اني اتولى وقتيا كما عمل السيد محمد الغنوشي وقتها هذيك لا سيدي ان شاء الله الله لا يصير هذا واحنا محتاجين انه رجل وطني كسي مصطفى يكمل التغمه نتاعه وان شاء الله يكون حاضر معنا وما بيناتنا وقت اللي الدستور نتاعنا يكون حقيقه وكامل. هو معناتها الاخبار دار في الجرايد قد يكون مش صحيح ولكن ما فماش دخان غيرنا جرد اليوم معناتها بمعنى ربما غير راضي على التعطيل نسبه التعطيل اللي صايره مثلا في الهيئات المهمه الكل كما هيئة القضاء وقفت الأمور الهيئة المستقلة للانتخابات وقفت الأمور القانون الصحافة وقفت معناتها في طريق مسدود لا لا مش طريق مسدود لا لا اللجنة قاعدة تخدم اللجنة التشريعية زوز لجنات تشريعية تشريعية قاعدة تخدم على القانون هذايا لكن ربما هذوما اللي عملوا التعليق هذية قد ما يكونوش عارفوا بالقدا السيد مصطفى بن جعفر اللي هو معناته سياسي محنك وكل لا أعتقد أنه من الناس اللي تبندل في نص الثنية لا لا أبدا يقول موقفه إنعم يكبس مقتل لازم يكبس ويقول هذا لازم يصير هذا ويناقش ويشد أما ما نصورش من نوع اللي يبندل في نص الثنية أبدا يكبس سيرتو على خارج ترويكا معناتها النواب خارج ترويكا ديما كبس لا لا, لا 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 على النواب الكل مع النهضة هادئ اتباع يقولوا معناتها لا لا أنا أنت أنا هنا نجم نجاوبك عليها خطر أنا أحيانا نكون أنا نترأس الجلسة الحقيقة راك ماكش تنظر النائب بحاجة في جبينه يعني هذاك ترويكا وذاك معارضة ولا لا عادة النائب روكي ياخذ الكلمه واللي يطالب بها كل حد يتصرف بحسب طبيعته وبانفعالاته فالرياكسيون تصير اونتر بيرسوني بيرسون ومشي بحسب الاتيكات بوليتيك صدقني. حاجه اخرى احنا لما نكونوا في الجلسه ومع هالبروجيكتورات ومع التلفزه عاده حتى الضوء احيانا كي يبدا في عينيك صدقني يمنعك بانك باش تشوف معناتها يد واحد ولا فربما الانسان في كوا واحد اخر تراه احسن فهذايا يخلق شويه نوعا من الانفعالات وانا ما عطيتنيش الكلمه لكن ما ريتش انه سي مصطفى يخير مثلا نواب ائتلاف على لكن كي لازم يقول كلمته وكي لازم واحد كما قلت فيها يعطيها له سواء كان ائتلاف ولا غير ائتلاف. الهيئه المستقله لهيئه الانتخابات لماذا لم يتقدم المجلس التاسيسي بمشروع وخلى للحكومه تتقدم بالمشروع نتاعو نتاعها مع اونديري تبادل ادوار معناتها انه حكومه تحكم حاليا تتقدم بمشروع انتخابات تحط قانون الانتخابات الجايه ماهيش حاجه موضوعيه معناتها علاش المجلس التاسيسي ما قامش بدوره وحط كاولويه انه يقدم مشروع. نذكرك ان المبادره التشريعيه عند الحكومه المبادره التشريعيه الاولويه نتاعها عند الحكومه وخاصه كي يبدا قانون يعني تنتج عنه مصاريف وتنتج عنه هدايا فولا هذا القانون ستنتج عنه كثير من هذا من ناحيه من ناحيه اخرى مش هذا المشروع برك اللي جانا طبيعية لا, 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 لا 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 حتى في هذا استنني في هيئة انتخابات لا تخليني نجاوب يا نوفل ولا لا تفضل في هيئة وفي مسألة الانتخابات اللي هي مسألة مهمة وطبعا هي مسألة وطنية ما جاليش مشروع الحكومة فقط ثم كثير من الهيئات الوطنية والجهات المدنية اللي قدمت مشاريع وكيما صار مع قوانين اخرى النواب يقدروا يتبنوا هذا المشروع ويصبح هو مشروعهم ويرفع باسمهم للجنة هذه تو اللي جان بدأت تخدم هي اللجنة التشريعية ولجنة الحقوق والحريات بدأت تخدم على القانون هذايا إذن نواكبوه ونشوفوا كيفية معناتها التفاعل مع مقترح الحكومة ولكن أيضا مع المقترحات المشاريع الأخرى كيبدأ هو مشروع جاي من الحكومة أظن نقوله مشروع قانون وكيبدأ جاي من نواب أو من جهة أخرى ما تبنيتها من نواب نقوله مقترح قانون هذا ما باش تتفاعل معهم كما تفاعلت في مجال أخرى معناتها وقت اللي ناخذوا أحيانا معناتها أحيانا مقترحات الحكومة معناتها فيها أمور معناتها واضحة كما معناتها رئيس الهيئة معناتها نتاع الانتخابات يعني تعينها ترويكا معناتها الحاكمة معناتها كيما جمعية تعين الحكم اللي باش يظفر لها الماتش الجاي معناتها بالضبط هذايا اقتراحهم ولكن مش معناتها الاقتراح هذايا هو اللي باش يتعدى مش معناتها الاقتراح هذاك سكري اللجنة فيها 22 نايب 22 نايب يمثلوا كم كل الأطياف السياسية الموجودة في المجلس
فيها نواب عندهم رأيهم. إذن اللي باش يتعدل الجلسة العامة واللي باش يتناقش هو تفاعل هذا المشروع مع اقتراحات النواب، وما وكما قلت لك في التقرير يبدأ نص متفق عليه قانون التصفق ونقاط الاختلاف والجلسة العامة هي اللي تقرر. إذن إذا هذا ما يمرش في الجلسة العامة ما يمرش، إذا هذا ديجا ما مرش قبل في اللجنة ما يمرش، هذا مقترح تبرش احنا مقترحات قوانين تجينا مش ما عندها اللي في المقترح كله باش ما يتمر، يتدرس في هذه اللجنة ويتناقش عليه ويتصوت عليه ثم يمر بنقاط خلافه في الجلسة العامة، والجلسة العامة هي سيدة نفسها. سيدة محرزية صحيح معناتها منطقيا كلامك صحيح، ولكن مش أي مقترح واحد ينجم يقدمه، معناتها فما إثبات حسن النية معناتها بصفة عامة. هذا مثلا انا هل نقدم مقترح مثلا اللي يناقشني ما نعملوا نحط الصحفيين كل في السجن معناتها لا عاد سامحني ايه لا المقترح هذا انت تقديم قرنت المقترح لا قرنت ما بين حاجتين ما تتقارنش يا اخي، هو كل مقترح عنده اللوجيك متاعه. اذا نخليه اللجنة تخدم، ومش لجنة بركة باش تخدم عليه، لجنتين على الاقل يخدموا ويناقشوا هذا المقترح، وراو اقتراحات الحكومة ماهيش قرآن منزلة، برشا اقتراحات تتقدم في قوانين يقولها لا وتقيد وتضبط وتغير. إذن هذا عملنا احنا كسلطة شرعية. أي مقترح قانون جانا ولا مشروع سواء كان مبادرة تشريعية من الحكومة ولا من النواب يناقش ويحاول ويغير، وما هوش حاجة ثابتة. أما باش تقول لي هو علاش قدم، هو بالطبع باش في الاستماع إليه باش يبرر لي ويعطي لي شرح الأسباب وعلاش قدم هذا الاقتراح، ونستمع له ونستمع للرأي المخالف. هو سيدة محرزية عبيدي كلامك منطقي جدا في في لندرا، لحظة في لندرا بربي ما في تونس ولا ثم منطق في لندرا ثم منطق في تونس مازلنا ما نجم مدربين على الديمقراطية على انه النائب يخرج من انتمائه الحزبي، ما عندناش هذه مازال لا موجودة كل مشروعات الحكومة. انت حضرت في لقاء اللجان وكيفاش تخدم؟ لا سمعت المرة هذه النواب الكل كيفاش يعالجوا في لا 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 هذا حكم مسبق، النقاشات الصورية معناتها محقولة، هذا حكم مسبق فيه برشة تجني. لا لا المرة الوحيدة اللي أنا نشوف فيها متابع في أعمالهم في اللجان ولا في الجلسة العامة قاعد ثم ماتوريتي وقاعد ثم دربة على الممارسة الديمقراطية معناتها بيرسبتيبل إلارجمون بيرسبتيبل. نحكيو على المصادقة على مشاريع ولا قرارات معناتها انضباط تام من كل الأحزاب باستثناء استثناءات صغيرة معناتها صارت المؤتمر وزوز من النهضة معناتها انضباط تام. أي مشروع تقدمه مثلا ترويكا الحاكمة أعضاء ترويكا وافقوا، ما فماش قليل وين فما ناس تصوت ضد هنا تحكي معنا. لا تحكي على حاجتين مختلفة، مختلف ما بين اني نقدم قانون اتفاقية متاع قرض قانون متاع تشغيل قانون متاع تعيين متاع غيره، هذاك اللي باش يخلي الحكومة تخدم. قانون الانتخاب هذه للهيئة المؤقتة أكثر من ذلك، لأنها هي هيئة وهي مستقلة، ولأنها باش تتكفل بمسألة مهمة يعني اون ديبوندرا لو ديفنيغ متاع كما قلوا فيها الحكومات الجاية والمجالس الجاية. إذا معالجته باش تكون قطعا مختلفة عن طريقة معالجة هذه القوانين التي بالطبع علاش ثم أغلبية في كل البرلمانات باش تعطي لزوتي للحكومة باش تحكم وبعد ذلك تتقيم وتتحاسب على سبيلك. أما ما تقوليش المنطقة في انجلترا في لندن غير المنطقة في تونس، لا يا سيدي المنطقة السياسي تقريبا هو كل تعرفش نقصنا وكلامك صحيح نقصنا شوية الدربة والدربة ومعناتها والتعود قاعدين اون لاكيغ دوجوغ لوطخ. معناتها اليوم من يصدق أنه نائب النهضة باش يصوت ضد مشروع الحكومة مثلا نتاع الهيئة هي؟ تنجم تصدق إذا كان ضد قناعاته ويناقش وقبل ما يصوت هو فماش قناعات فما مصالح ثم مصالح ولكن مش مصالح أفراد ولا مصالح أحزاب، فما مصالح بلاد قبل كل شيء. ولاحظتش أنه في المجلس التأسيسي وقت اللي جاء المسألة مصلحة البلاد عرفوا الناس تتوافق، وإن شاء الله هذا اللي نطلبه أنه بإذن الله. وهذا اللي سأني أنا حقيقة قلت تأسفت له تعطل الهيئة متاع القضاء، نتمنى اللي نوابنا أيا كان معناته ثو سمعت اللي ثم اقتراح متاع كتلة الحرية والكرامة أنه يسمح لنا أنه نتقدمه لمصلحة القضاء في بلادنا اللي مصلحة بلادنا عامة. أما رأي التجاذبات السياسية في هذا والتدافعات هي من صميم الممارسة الديمقراطية، إذا ما مريناش بها من تحصلوش أصلا حتى على هذه الفائدة أنه نتعلمه وقتاش الإنسان يشد صحيح في موقف
كما قلت انت سواء حزبي او المصلحه رافيها من وجهه وانت ترى من وجهه، وقتاش نتفقوا على مصلحه عامه. واضح. سيده محرزه العبيدي النائبه الاولى لرئيس المجلس الوطني التاسيسي، زاد ما نجموش معناتها بعد اذنك نحب نحكي شويه على البوليميك اللي انت معناتها انت. لا من حقك يا سيدي ومن حق التونسي انه يسمع. انت انت انسانه معناتها ديما تعمل لنا بوليميك هكا معناتها كيفها بربي. لا معناتها مش انت تعمل من المتابعه عليك يعني، فما تركيز عليك في الاعلام منها اخر مره. مش تحب تعمل البوست نتاعي بوست فاخ وانا اول امراه اخذت البوست هذا الي اول امراه الي مش في تونس بركه حتى في العالم العربي الاسلامي. دونك انا منتظره هذايا منتظره. تفضل يا سيدي اسال الك. بالنسبه للشهريه نتاعك معناتها برشا الناس قالوا انك معناتها ما قلتش الحقيقه وقت اللي قلت على شهريتك ثم بالرائد الرسمي هبطت. يا سيدي مش ما قلتش الحقيقه. أي هبطت اللي انت تاخذ في 10 ملايين شهريه وغيره. اي طيب انت هك تخدم في مؤسسه نفرضوا من حتى الشهر جويليا عندك شهريه معينه تجيك في البلتان دو بي نتاعك من 5 ملايين 6 ملايين ونجي نسالك انا نقول لك بالحق شي تاخذ اكثر ونعطيك شي في قدها 3-4 مرات، اش تقول لي انت؟ باش تنظر في اوراقك وتنظر شهريتك قداش تاخذ وتقول لي هاوش ناخذ. يجي في اخر جويليا ثم قرار لجنه لك انت ما تدخل فيه ولك انت معناتها عندك دخل فيه ولا طلبته، يغير لك معطيات شهريتك. المسؤوليه مسؤوليتك هنا يقول لك شبيك قلت اللي انت تخلص كذا وكذا وطلعت الشهر من شهر اوت باش تخلص حاجه اخرى. هذا اللي وقع لي انا لما سئلت على كثير من الراديوات، راديوات معناتها مثل الراديو نتاعكم وغيرهم وفي التلفزه وكل، انا وقتها عندي بلتان دو بي تجيني الى غايه شهر جويليا فيها 2700 حطيتهم شهريه نائبه اولى مع ميزه يعني امتياز شهريه النائب الاول، وهذا مش المحرزيه العبيدي راهو البوست تاع النائب الاول، ومع ما تسمى المنحه هذيك منحه المصاريف ولا تعويض المصاريف زاد الخاصه بالنائب الاول. الان لما تم في 21 جويليا القرار بعد عمل مع اللجنه، اللجنه هذه اداريين نواب ومكتب المجلس وتمت الموافقه عليه وبالتشاور مع رؤساء الكتل كلها الكتل النيابيه كلها وتم هذا القرار. اذا كان في الاول شهريتي كما شهريه السيد النائب الاول الثاني اللي هو سي العربي، احنا شهريتنا مختلفه اظن حسب التقديره وهذا تنجم تثبتوه ربما على اللجنه المختصه اظن مره ونص النائب العادي. لكن انا ضفت لي حاجتين وهذايا اللي خلى ربما شهريتي تظهر شبيه هذه المره تاخذ ذاك. انا نائبه اولى ونائبه عن المهجر، وانه نواب المهجر اللي هم عددهم 18 من فكوا يطالبوا وفي مؤخرا في 21 جويليا تم اقرار هذا ليهم وقبل ما كانش وارد، انهم بما انهم ينوبوا في الخارج ويسكنوا في الخارج وحياتهم في الخارج وكراهم وعائلاتهم ان تصرف لهم شهرياتهم باليورو. اذا انا جكملي دو شوز من ناحيه نائبه اولى ومن ناحيه نائبه عن الخارج، لهذا ظهرت شهريتي حجمها اكبر. مش معناها اللي انا طلبتها، مش معناها اللي انا اكزيجي، ومش معناها اللي محرزيه العبيدي كشخص عندها امتيازات ليست عند النواب الاخرين. هو معناتها الخطر في الفتره اللي وقتها كذبتوا فيها المبلغ قلتوا ماناش طالبين الزياده، ما طلبتش وهل فعلا لم نطلب والشهريه ما فيهاش زياده يا سيدي، هي المنحه التي منحه تعويض المصاريف ما ثمش حتى زياده في الملف الشهري. ما غير ما تطلب في المجلس التاسيسي ابدا. اي وليش نطلب انا؟ انا ما جيتش هنا باش نطلب، راهي ماهيش خدمه مع مؤسسه خاصه تنيغوسي تون سالير، راهي هذه خدمه في مؤسسه عامه وهذه قبل كل شيء معناتها مهمه نيابيه. يا سيدي الكريم وتنجم تطلب وتنجم تسأل الناس المشرفين على هذا. لم أطلب شيئا ولن أطلب شيئا، بالعكس لو أنا وحاولت. أنت كم تحتاجش تطلب أنت طبعا الحمد لله ولن أحتاج ولن أحتاج ولا بالعكس، وهذا أكثر مع أكثر من اللي يكفيني وزيادة، ولن أطلب أبدا شهرية مثل هذا لو كان جات لي أنا، ما تكونش بالطريقه هذه. اما شوف انا قبل كل شيء هذا المنصب نتاع سيده معناتها سيده في منصب نائبه اولى، اذا ماهوش باسمي انا سواء كانت محمحزيه العبيدي ولا صالح بن علي نفس الشيء، سواء كانت ثم والغريب سمعت في بعض باج فيسبوك شكون هي وشنو دبلوماتها. الدبلومات عندي شكاره ما شاء الله، لكن مش هذا اللي يقيم الانسان ومش هذا اللي يقيم الاداء السياسي. اي نفرض سيدي جاء النائب الاول في نفس الوضعيه نتاعي، نائب اول وعلى الخارج وما عندوش دبلومات، شنو نعملوا نمسحوا بيه القاعة؟ أنا ساعات جي لامبرسيون على خاطرني مرأة زادة. هي ثم واحد قال شكون هي المرأة؟ المرأة مرأة تونسية
جات بشرعية الشعب والحمد لله قاعدة نخدم فيها همتي على قاعدة. شنو الدبلومات اللي عندك سيدة؟ ذكرنا معناتها قول للناس. أنا خريج دار المعلمين العليا دراسات إنجليزية ودار المعلمين العليا في تونس من أحسن ما خرجت. ونحب نقول لك اللي برشا دي غوستات نجم تقول وناس مثقفين توا وعندهم دورهم في الحياة الثقافية والسياسية في تونس من دار المعلمين العليا. وما نحبش نعمل نحرج الناس ولا نعطيك برشا أسماء جيلي من كتاب من سياسيين. هذا من ناحية مدام حاجة لا بلكش ما يحبوش هذا من ناحية حشمين ناحية بها أخرى. لا مش حشمين بها ثم إنسان يقول لك معناتها أنا كذلك خريجت المعهد الأعلى للترجمة والمترجمين بريز لزيت ليكول سوبيريور دانتربريت تراديكتور سي لون دي ميور إيكول دو تراديكتور دو موند وهي يعني حلم الكثير وإن شاء الله كثير من شبابنا يمشي ولها وتخرجت منها بتفوق. أنا عندي كذلك شهادة بحث معمق في المدرسة العليا للدراسات المسرحية في السربون تدري عن دراسة السياسة واللحظة السياسية واللحظة لومومون بوليتيك الانستون تياترال. أنا كاتبة كيف رجال سياسة يمثلوا على الشعب إيه تجب تقول لا والله تعرفش انا درست فيها درست فيها سيت فولونتي بورغيبيان انه تعمل من المسرح اداه تثقيف اي فهمناها فهمناها انا كاتبه انا عندي ما يقل عن 10 كتب منشوره باللغه الفرنسيه مسائل تربويه مسائل يعني دراسات دينيه ومدرسات اجتماعيه انا مترجمه وعندي اكثر من 10 كتب عندي تقريبا 20 كتاب دون المقالات المحكمه المترجمه هو واضح واضح يعني انا اسمح لي لا نسمع لا انت خاطر انت سألت بعض يعني بتسأل بطريقة مهينة شكون هي أنا سألت للناس تصور من السؤالات اللي رجعتني على الفيسبوك شكون هي راسها مغطي راسي مغطي لكن نحب نقول لك الفولارة راهي كما قلوا فيها برميابل للأفكار اللي يقول هكا غلط ما تصور ما سيدي ما نجاوبوش على حكاية تصور لا لا نحب نجاوب ما كنتش نجاوب كنت نترفع عن ذلك لا يستحق أنك تجاوب أنا أشبه لكثير من نساء تونسيات ولنساء غير تونسيات وتعرف العبرة شنو العبرة مش بشكلي وبهندامي العبرة بأفكاري العبرة بمساهمتي سيدة محزي العبيدي اللي يحكي على شكله على الهندام لا يستحق انك تضيع وقتك وتجاوب عليه متفقين للأسف ولكن اللي يقول ولكن فيك هذا كلامك باهي لكن انا اضطريت باش نجاوب عليه خاطر شوفوا باش نوريكم الدباوي نهبط في الاسفاف انه يقولوا سامحني انه يقولوا شهريه نائب اول ياسر نسمعهم انه ميكريتيكوها يا خويا بلغوا الكريتيك للمجلس انه يقولوا في وقت ازمه وشهريه نائب توصل 10 ملايين توجع الشعب والله كله مقبول لكن نحب نقول لهم ال 10 ملايين هذه ثم ثلث يمشي ضريبه لا عاد كان حبيت مادام ما تخلص الضرائب عاد لا مش كان حبيت الناس كل يخلص الضرائب يا اخي احنا كي نخلصوا لا سامحني مش الناس كل ونحب نشوفوا يندرى ثم برشا في مهن اخرى تخلصوا لا هذا مش يتحاكموا سامحني تهرب من الضرائب مش قلت لك مزيه بالعكس أنا أتشرف بهذا الواجب 30% ضرائب في فرنسا 50% معناتها 40 حوالي 40 أقل شيء هذا وأقل شيء حاجة أخرى أنا من ضمن كثير من النواب اللي عندنا يعني عدد معين من الأيام تطوع وماهوش مزية زادة واضح أقل شيء وتطوع إن شاء الله يكون لصندوق التشغيل وأنا كذلك عندي نشاطات اجتماعية وأرى أقل شيء وأنا أقبل بل أحترم كل أراء التوانسة اللي يقولوا هذا مشط لكن حاجة أخرى سيدي الكريم واضح. هذا القرار لست أنا المسؤولة عنه ومش باش نجي أنا سألوا رؤساء الكتل اللي سألوا اللجان سألوا المجلس كان سألونك كل أمن شد مرأة لا ما عنديش علاقة بمرأة ولا باش تلبس مدام سيدي الكريم في برشا مسجات فيسبوك جات كيما هكا فيسبوك لا فما مهبلة في الفيسبوك مدام مش تقعد تعبر على الفيسبوك معناتها لا اسمع شنو نقول لك تعرف علاش خاطر احنا زادة هنا راهو كله مربوط ببعضه اذا نحبوا حقيقة نعطيو الكل ذي حق حقه نسألوه نعم ولكن زادة راهو احنا قراب ال 13 اوت واضح والعيد المرأة وانه الراه نلتزم انه حتى شويه احترام انقذني يا خويا لكن مش بالطريقه ذيك واضح انت شكرا كامراه سياسيه لكن مش بالطريقه ذيك